السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اعزائنا الكرام، يستقبل استاد التمامة قمة عربية تجمع بين الهلال والتحيل في نصف نهائي دوري ابطال اسيا. الهلال بطل اخر نسختين في البطولة، يريد مواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته. وكان الهلال قد نجح في الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على فولاد بهدف دون رد، بينما فاز التحيل على الشباب بهدفين مقابل هدف. موعد المباراة هو يوم الأحد، وتنطلق صافرة المباراة مع الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر. والقناة الناقلة للمباراة هي قناة SSC. فرجة ممتعة أعزائي الكرام.